رجعنا لحضراتكم من جديد. الحقيقة انه من الفقرات المهمة جدا اللي دايما بنبقى حريصين عليها مع الاطفال هي فقرات التغذية، انه ازاي نعمل للطفل وجبة غذائية مفيدة فيها طاقة صحية ما فيهاش كالوريز وفي نفس الوقت تبني جسمه بشكل سليم. احنا خلاص داخلين على الموسم دراسي جديد، ففي بعض كده الوجبات عايزين نعملها لاطفالنا علشان ياخدوا منها الطاقة السليمة وفي نفس الوقت فيها فيتامينز وتقوي المناعة عندهم وتساعدهم على مقاومة اي فيروسز ممكن يعني لا قدر الله انها تكون موجودة. النهاردة هيكون معانا ضيفنا الكريم الدكتور كريم جمال. طبعا دكتور كريم دائما معانا بفقرة التغذية وعلى طول كده بيمدنا بالمعلومات الصحية السليمة. صباح الفل عليك. يا صباح الفل ويا صباح الورد. صباح النور. ومعانا بقى النهاردة رودين عصام. صباح الفل عليك. صباح النور. عاملة ايه؟ الحمد لله. مبدئيا رودينا كده هتلاقوها ليدي في نفسها، يعني حاجة كيوت كده وهادية، بس زغرت لي بعينيها دلوقتي اللي هو عايزة تقول لي ايه، ما يعني ما تصدقيش قوي عشان هتلاقيني رغاية دلوقتي، صح؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. كويسة؟ احنا النهاردة بقى هنعمل لها ايه يا دكتور تجربه وتاكله؟ احنا النهاردة بقى جايبين اكلة حلوة جدا، اكلة شتوية كلنا بنحبها. جايبين النهاردة البطاطا. فوائدها كتيرة جدا، لذيذة وصحية، والنهاردة هنعملها بشكل جديد. انت اصلا بتحبي البطاطا يا رودينا؟ اه. بتاكليها؟ بتاكليها ازاي؟ ماما ساعات بتعملها في صينية. صينية بالعسل؟ اه. دي صحية دي ولا مش صحية؟ على حسب بقى بنحط فيها عسل قد ايه، وعلى حسب بنحط فيها ايه تاني، بس البطاطا عموما من الحاجات الجميلة جدا. طب وبتاكليها ازاي تاني؟ مثلا بتخليها مثلا عليها عصير جوس الاورنج. اوكي، بطاطا بالبرتقال؟ دي جديدة دي. ماما اكيد ليها نظرية. وايه تاني؟ بس كده. بتاكليهاش مشوية؟ لا، ساعات بنعملها مشويه. تحبيها مشويه؟ اه. طب احنا النهارده هنعمل لك يعني يعني طبخه جديده كده، مش طبخه، ايه طبخه دي؟ لا مش طبخه، ما حصلناش طبخه، يعني تكوين كده وصفه جديده بالبطاطا. تيجي نبدا؟ يلا بينا. يلا بينا يا رودينا، انت هتساعدي الدكتور وهتعملي الحاجه بايدك، لان دايما الطفل بيحب ياكل الحاجه اللي بيعملها يعني بنفسه. بالظبط كده. طبعا احنا عندنا الاساس بتاعنا هو البطاطا، احنا حاجه اسمها بطاطا كابس. بناخد البيز بطاطا مسلوقه، وهنتكلم على نبدا من عند رودينا، وبنتكلم على بقى طريقه مهمه جدا لكل الامهات. خليها هي بقى تشتغل بايديها. لازم هي طبخ البطاطا. خدي المعلقه كمان. عندي. اعملي انت. ايوه. وهي ان لما نيجي نسلق البطاطا او نشويها ما نشوهاش او نسلقها لاخرها. اوكي. تبقى ثلاث ارباع سوا، عشان الثلاث ارباع سوا ده بيحافظ على النشويات الجيده تكون موجوده فيها، وبيحافظ على الالياف. وبيخلي البطاطا صحيه اكتر. لكن لو عملناها مسلوقه او مشويه لحد لما تتهري، ده بيكون اقل جوده وبيزود نسبه النشويات الغير جيده. أوكي. فيها. اوكي. قولي لي انت بقى يا رودينا بتحبي تاكلي ايه؟ يعني بتفطري ايه؟ بتتغدي ايه؟ ايه الحاجات اللي بتتخانقي فيها مع مامي وبابي؟ مفيش جانك فود مثلا؟ تاكلي جانك فود؟ تاكلي ايه؟ طب ما اهو تاكلي جانك فود. تاكلي ايه جانك فود؟ مثلا شوجر، حاجات فيها شوجرز. سكريات. ومثلا باكل شيبس. شيبسي. وايه تاني؟ بس ايس كريم. طب ما ده مش جانك فود، احنا نقصد جانك فود بقى اللي هو سندوتشات الهمبرجر اللي من بره، الحاجات الفراخ اللي بتبقى معموله بره دي، بتاكليها ولا مامي اللي بتعملها لك في البيت؟ لا، ساعات مامي بتعملها لي في البيت وساعات بنطلبها من بره. اوكي. طب مين بقى اللي بيساعدك انك تاكلي جانك فود اكتر، بابي ولا مامي؟ الاثنين. الاثنين بيساعدوكي؟ لينا كلام مع بابي ومامي. بالظبط. طيب تعالي نشوف البطاطا هتعمل فيها ايه تاني. احنا عملنا بقى الاساس بتاعنا البطاطا، هنحب نحط معاها حاجه تديها تحليه اكتر. زي ايه بقى يا دكتور؟ جايبين شوجر. عندنا ده مش شوجر، ده جوز هند، وهنجيله دلوقتي. احنا هنتكلم في العسل الابيض او العسل الاسود، تحبي ايه؟ العسل الابيض. العسل الابيض. أوكي. طبعا العسل الابيض من الحاجات الجميله جدا اللي فيها فوائد، بيعلي المناعه في فصل الشتاء، بيحمي من امراض كتير. ممكن نحط معلقه هنا. هتعملها ازاي بقى؟ ايوه اكتر شويه. شطورة. احنا ليه بنعمل بالمعلقه البلاستيك او الخشب؟ علشان خاطر المعلقه المعدن جوه العسل بتقلل من فوائد العسل اللي هي العناصر بتاعته. دي عماله تنشف. واحنا ننزلها كده على طول. ايوه ايوه شطوره، برافو. وهتخلطها؟ هنحطهم الاول ونحط كل المكونات، بعد كده نخلطهم مع بعض. طب نزلي العسل كله كده. نزل. ايوه. ممكن نحط حبه كمان. حطي حبه كمان عشان المعلقه تكمل. ها
هنحط العسل في الثلاث انواع من البطاطا اللي احنا هنعملهم. احنا معانا عسل ابيض وعسل اسود. اوكي يعني اول خلينا نعمل طبق العسل الاسود مثلا. اوكي نكمل بس الاولاني. بسكوته قوي رودينا، عارفين اللي هو الصوت الرقيق، الصوت اللي زي يعني واخده من نفس يعني مواصفاتي كده. بص بتبص لي من فوق لتحت. اوكي كفايه كده، بس كفايه. كده حطينا اول حاجه التحليه بتاعتنا بالعسل الابيض. انا عايزه اكل اي حاجه يا جماعه، انتوا مش احنا عاملين لك ثلاث وصفات النهارده. طيب ماشي اوكي، اتسلى بس حبه زبيب كده. بقى كده هنبدا بقى نضيف مكونات اخرى تدينا طاقه. طبعا احنا قلنا فوائد العسل الابيض ايه. عندنا بقى الزبيب، الفواكه المجففه والعنب. طب نبتدي نحط المكسرات، السوداني، جوز الهند. تحب نبدا بايه؟ بجوز الهند. بجوز الهند. تحبي جوز الهند؟ انا اهو. تحبيه؟ ممكن ناخد على طرف المعلقه حبه صغيرين جوز هند. ايوه نرشه كده على الايه، على البطاطا من بره. انت بقى من النوع اللي بتخش المطبخ يا رودينا؟ بتعملي ايه في المطبخ؟ زيهم كلهم. مثلا بعمل اي حاجه، مثلا اعمل شيبس. اوكي تعمليه ازاي؟ يعني انت اللي بتقطعيها يعني ولا بتعمليها؟ لا بخلي ماما هي اللي تحطها لي على الزيت. برافو عليكي، كنت لسه هقول لك مامي هي اللي تقف تعمل الحاجات اللي على النار وهي اللي تمسك السكينه. الامان اهم حاجه بالنسبه للاطفال. ايه تاني؟ جوز الهند. وايه تاني؟ هنحط ايه تاني؟ ممكن نحط زبيب على الطبق التاني. طيب نخلص الطبق الاولاني الاول. طب نخلص الطبق. طب ما نعمل الثلاثه مع بعض. نعمل الثلاثه مع بعض. يعني الطبق الاولاني هيبقى فيه جوز هند وبطاطا. البطاطا ثابته. البطاطا ثابته في الثلاثه. طيب الطبق التاني هنحلي بعسل اسود، اتفقنا؟ طيب يلا بينا ناخد معلقه اكتر شويه. بتحب العسل الاسود؟ مش قوي. ليه بقى؟ يعني بحب اكتر العسل الابيض. طب برافو عليك. هو العسل الابيض مفيد عن الاسود ولا الاثنين في نفس القيمه الغذائيه؟ ده حاجه وده حاجه تانية خالص. العسل الاسود بيتعمل من انتاج القصب او الملاس، بيبقى غني جدا بالحديد وغني جدا بالمغنيسيوم، بيفيد جدا الاطفال اللي عندهم نقص في الحديد او انيميا، بيساعد على التركيز، بيقوي المناعه. لكن طبعا العسل الابيض فوائده اكبر بكتير. يعني في ممكن تستبدله هي بالعسل الاسود. ممكن مفيش اي مشكله خالص. انت جربت العسل الاسود قبل كده وما عجبكيش؟ لا يعني بحبه، لكن يعني بحب العسل الابيض اكتر. طيب برافو عليكي. طيب وايه تاني بقى؟ الطبق الثالث هنحط عليه. الطبق الثالث ابيض ولا اسود؟ هي قالت الابيض بقى، هي بتحب الابيض. طيب بنحط معلقه ثالثه من العسل الابيض. خلي بقى الدكتور هو اللي يساعدك. وبعد كده نبتدي نحط المكسرات على التغيير. هتنقي المكسرات للثلاث اطباق. احنا عاملين لك النهارده الموضوع اوبشنال، اختياري. وده مهم جدا يا دكتور ان احنا ما نجبرش اطفالنا بالظبط على الاكل، نديهم اختيارات. كل الدراسات بتقول ان الطفل لما بيختار هو الاكل اللي بيحبه بياكله. ده غير ان الطفل في السن ده بيكون مزاجه متغير، بيستكشف لسه الاكل. ممكن ياكل حاجه النهارده ما تعجبهوش، بكره تعجبه. فالام ما تفقدش الامل وتقول لا خلاص بقى هو ما عجبوش الحاجه دي فهمنعه منها خالص. ما انا مش هفقد معاه الامل النهارده وهاكلك البطاطا اللي بالعسل الاسود. طب نحط ايه بقى؟ تعالي بقى يلا نعمل مثلا نحط مثلا فستق على الطبق اللي على السوداني. السوداني يلا بينا. وفي فستق هنا فعلا اهو. ده بندق ولوز. ده بندق ولوز. طيب لا صح، العينيا مش جايبه. دي هتحطي السوداني على ايوه كمان شويه. اهتمي بالطبق عشان ده اللي هيتاكل مني في الاخر. اوكي الفقرات دي بتبقى مفيده جدا لو باكل فيها اكل. وايه تاني هنحطه على الطبق الثالث؟ الطبق الثاني ايه؟ مثلا اللوز. اللوز والبندق. طيب مفيده برضو المكسرات طبعا، فيها الدهون الغير مشبعه اللي اولا بتقوي ذكاء الطفل جدا وبتحسن من تحصيله الدراسي. اوكي وبتدي له طاقه على مدار اليوم، غير الطاقه بتاعه السكريات، تبقى طاقة على المدى أطول شوية. الكالوريز بتاعت كل طبق قد إيه يا دكتور؟ الكالوريز ممكن تكون على حسب الكمية اللي هنحطها. والتاني الزبيب. ده الزبيب أهو. هنحطه على ده. الزبيب هنا. اقعدي أنتِ حطي وإحنا أنا والدكتور هنقول معلومات. طبعًا بالنسبة للطفل إحنا بنكون حريصين إنه ياخد السعرات الحرارية المناسبة عشان ياخد الطاقة، بس ما يكونش زيادة عن اللزوم. يعني ده مناسب قوي ده الطبق ده. ده مناسب جدًا كوجبة فطار أو حاجة وجبة في النص. ما بين الوجبات تدي له الطاقه. انا افضل الوجبه دي تكون قبل المدرسه علشان خاطر نجيب كده الصوره على رودينا وهي بتحط مكسرات. تكون قبل المدرسه اولا هتدي الطفل طاقه حلوه جدا. امهات كتير بتشتكي ان الطفل ما بيحبش ياكل الصبح،
فدي هتبقى وجبه جميله ممكن دي الطفل ياكلها. دي قرفه. انا بحب القرفه قوي. بتحب القرفه؟ بالظبط. ايه طب قرفه ولا شوكليت؟ الشوكليت. اوكي هنحط على واحده قرفه وواحده شوكليت. معلش راضيني راضيني. نحط رشه خفيفه جدا من الشوكولاته عشان خاطر ما يبقاش نحطه فين، هنا ولا هنا ولا هنا؟ هنا. اوكي كده يعتبر الطبق خلص. كده يعتبر الطبق خلص. وجبه غذائيه متكامله غنيه جدا بالنشويات الجيده، غنيه بالدهون الصحيه. والقرفه حط لي قرفه هنا. حاضر حالا اهو. بس قولي لي بتاخدي معاكي ايه في المدرسه لانش بوكس؟ مثلا سندوتشات ناجتس. اوكي مامي بتبقى عاملاها ولا شاريها من بره؟ لا مامي بتبقى عاملاها. حلو شاطره. وايه تاني؟ مثلا الساندوتش براون ولا ابيض؟ ابيض. ابيض؟ لا نستبدل بقى يا دكتور الابيض بالزبط. بالبراون. نقول لمامي تجيب لنا العيش البني ده صحي اكتر، الخبز الكامل او حتى العيش البلدي او العيش الفينو اللي معمول من الحبوب الكامله اللي بيبقى بني او براون، بيكون صحي اكتر، بيدي طاقه افضل للاطفال، وفي نفس الوقت كمان بيخليناش بقى نتخن او نزيد في الوزن او يجي لنا اي مشاكل واحنا صغيرين. طب بتاكلي فاكهه؟ بتاكلي ايه فاكهه؟ مثلا موز. موز برافو. مثلا جوافه. ايه ده طفله؟ لا مش جوافه. لا انا استغربت بس ليه ده؟ بالعكس انا كنت هاخدك نموذج ايجابي لجميع الاطفال. وكمثرى. كمثرى الخشابي دي ولا الطريه؟ لا النشفة. النشفة دي. اشكرك. تفاح. تفاح. ايوه عنب. باكل مانجا عنب. مانجا. يعني باكل كله ما عدا الجوافه. ودلوقتي كمان موسم الفراوله. وموسم الكيوي. الكيوي. بتاكلي كيوي؟ جميله جدا. تحبيه؟ ده مفيد جدا. طيب احنا عملنا دلوقتي الثلاث اطباق، ننزل بقى نجرب. انتظرونا يا جماعه في هذه ال، تعالي ندوقها. نقلب الاول. نقلب. قلب المعلقه دي. قلبي. استني عشان انا ايه اللي جايالك. لازم تاكلي. لو ما عجبكيش تعالي. ده الطبق الاولاني. جربي. هي مالها مش هي خالص حبه صغيرين كده. بيلو بالراحه. لازم تاكلي لازم. تعالي. ما عجبكيش ده؟ في قرفه. في قرفه. اوكي. طب ده خليهولي انا ده. طب نجرب بقى اللي فيه الشوكليت. جربي اللي فيه الشوكليت. نقلبه كويس. انا هاكل انا اللي فيه قرفه ده. مش عارفه مصلحتك. انت مش عارفه مصلحتك. جربي. جربي عشان تجربي التاني. نشوف عجبك اكتر ايه. هو ده. هو ده. ده ما عجبكيش. طب جربي اللي عندك بقى اللي انت مختاراه. انت مش واخده البطاطا بس، فين بقى ال ال ده طعمه حلو؟ طعمه حلو. اديني معلقه كده. معلش يا جماعه استحملوني. انت اللي هتاكليني حبيبه قلبي. ربنا يكرمك. طيب جربي الثانيه كده. جرب بقى دي. معلش يا جماعه دي اللي قلنا فيها السوداني صح كده؟ حلوه برضو؟ مين عجبك اكتر؟ خليكي صريحه. التاني اللي هو فيه شوكليت وسوداني. اديني كده يا دكتور. في قرفه، حبه قرفه صغيرين، وفي سوداني. طب ما في قرفه اهو. ما انت حبتين قرفه جدا. حبه صغيرين. قللنا شويه من الكميه اللي حطيناها. هو الثلاثه حلوين بالنسبه لي. انا ما بقولش لا في الاكل. طب انت لو هتروحي دلوقتي البيت وتعملي بابي ومامي الاكل، هتعملي لها لهم بقى انهي واحده فيهم؟ يعني هتقرري تعملي ايه؟ ممكن دي واللي فيها السوداني. هتعملي دي واللي فيها السوداني. هل عندك اضافات ثانيه ممكن تحطيها انت بابتكاراتك؟ ايه ممكن تحطي عليها البطاطا ونشوف الدكتور ده صح ولا غلط؟ لا ما عندكيش؟ مثلا فواكه فريش. فواكه المجففه، انت عارفه اللي هي بتاعت ياميش رمضان؟ بالظبط. المشمشيه والقراصيه ممكن تحطها؟ ممكن جدا. بدل النطس؟ فيها قيمه غذائيه عاليه جدا كمان، ممكن كمان مع الزبيب. فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. انتوا ما حطيتوليش زبيب على ال على لا ما حطيتليش انت صح؟ لا انا بحب الزبيب يا جماعه. الزبيب بيبقى فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. ايه بقى قيمته الغذائيه؟ انت مالكيش اي اسئله للدكتور مثلا بتحيرك في الاكل مع اصحابك؟ انت تقوليها له؟ انت اسالي وتعاملي وانا خلاص دي انا دوري انتهى لغايه هنا. وانس ان الاكل اتعمل خلاص. اتفضلي. الزبيب بقى فيه قيمه غذائيه عاليه جدا، فيه فيتامينات زي فيتامين سي، وفيه مضادات للاكسده غني بالبوتاسيوم،
بيدينا طاقه حلوه جدا، فاضافه حلوه جدا يا رودينا، ممكن نحطها معانا في اي حاجه ثانيه. تحبي تاكلي ايه تاني؟ بيقولوا لي ايه يا نهال؟ نهال بتقولي انت اللي بتاكلي مش الطفله. سيبوني براحتي، انا قدوه. طب كلي يا رودينا كده تاني، جربي جربي يا رودينا، جربي يا رودينا، متكسفيناش. على فكره اضافه الكاكاو، بما ان رودينا بتحب الكاكاو، اضافه الكاكاو للاكل بتاعنا مع الطفل اولا بيعلي جدا من ذكائه، تاني حاجه لانه بيحسن الدوره الدمويه. مش الشوكولاته اللي هي السايحه، عايزين نقول الامهات بالزبط. الفودر اللي هو الكاكاو الخام، الكاكاو الخام بالظبط. في بعض التفاصيل كده، ونحلي احنا بالعسل، ما تحطيش سكر الابيض ده. سام جدا طبعا. بتحطي طبعا تاكلي انت حاجات فيها سكر ابيض وترط وتشوكلتس، كارثه اكيد شويه. طب انت قررتي النهارده بقى اليوم ده هيختلف معاكي في ايه بعد كده في اكلك؟ بصراحه هتعملي ايه الفترة اللي جاية؟ مثلا ممكن اعمل مثلا بطاطا. مثلا اعمل نفس الوصفات دي مثلا اللي هي في الطبق دي، وازود عليها كاكاو. كاكاو حلو جدا. اوكي، اللي هو احنا جداً. كنا جايبينه ده ما كانش فيه كاكاو الطبق ده. في كاكاو بس موجود، كاكاو حبة صغيرة. اوكي، طب ايه تاني قررتي تعمليه بقى في حياتك؟ هيلثي جيرل، بنت صحية. هنلعب رياضة؟ هنلعب. تلعب رياضة؟ تلعبي ايه؟ جمباز وسباحة، وكنت بلعب باليه. ما شاء الله ما شاء الله، جمباز وسباحة وباليه. نفس رشاقتي. طيب وبتعملي ايه في التمرينات بقى لما بتروحي تاكلي؟ مثلا ماما بتبقى عاملة لي سندوتشات لانشون، فباكلها بعد ما اخلص التمرين. ده صح ده قبل التمرين؟ لا مش افضل حاجة، اللحوم المصنعة عموما مش افضل حاجة ندخلها. لا بعد التمرين. بعد التمرين، سواء بعد التمرين او قبل التمرين، اللحوم المصنعة زي السلامي زي اللانشون زي التركي المدخن ده مش مفيد خالص بعد التمارين او قبل التمرين. في كل الاحوال مش مفيد بالظبط. طب تاكل ايه قبل التمرين؟ قبل التمرين احنا محتاجين حاجه تدينا طاقه في التمرين، وتبقى حاجه زي البطاطا زي الشوفان زي ساندوتش في عيش بلدي او عيش في بني. ايوه ممكن هنا في عيش بلدي بالظبط، برافو. بس نحط معاه بقى حاجه مفيده زي الجبنه زي الفول، زي ممكن بلاش الفول. وتاكل موز قبل التمرين ده مفيد جدا. بتاكلي موز قبل التمرين؟ مفيد. بالظبط، موزاي قبل التمرين تدينا طاقه عاليه جدا نعمل التمرين بتاعنا، واحنا عندنا نشاط وعندنا طاقه من غير اي تعب. طبعا انا بشكركم جدا جدا، ودايما الفقرات دي بتبقى مفيده للاطفال، وعايزاكي بقى بعد كده انت اللي تبقي يعني ايه اللي بتراقبي كده صحتك وصحه البيت، يعني تقولي لمامي ده لا ده مش صحي، ده يا بابي صحي، وانت تبقي معاهم كده اول باول. متفقين؟ واختك برضو الصغننه دي برضو ايه دي قصه، دي ليها قصه ثانيه دي معايا. بشكرك جدا يا رودينا عصام، بشكرك جدا، وبشكر طبعا دكتور كريم جمال، وبشكركم جدا. والحقيقه انه فقرات التغذيه دي خلي بالكم من تغذيه اولادكم، لانه فعلا احنا ممكن من غير ما ندرك بناكل اولادنا اكل غير صحي، ولكن ده بيفرق معاهم بعد كده في بنى جسمهم، فلازم نركز في التفاصيل دي علشان يبقى عندهم قوه مناعه ضد اي فيروس ممكن يهاجمهم او ضد اي امراض. خلاص رودينا بدأت تاكل، وأنا كمان هروح أكل. أوكي، فانتظرونا بقى بعد الفاصل وفقرة زميلتي هبة ماهر وفقرة الرياضة.